وفي أخبار ياسن العجلي أنه قال جاهدت نفسي 10 سنين على في تعلم الصمت، جاهدت نفسي 10 سنين في تعلم الصمت، انتهى كلامه. ووجه المجاهدة أنه توجد عنده شهوة الكلام فيحبس لسانه، أنه توجد عنده شهوة الكلام فيحبس لسانه. فإذا أردت أن ترتاض رياضة حفظ اللسان فعقل هذا المعنى، فإذا اشتاقت نفسك للكلام وارتفعت إليك الأبصار وأشارت إليك الأصابع فألجم لسانك ما استطعت، إما بالإمساك عن الكلام تارة أو بالتقلل منه تارة أخرى. فإذا ألجئت إلى الحديث فأقل الكلام، فإن قلة الكلام بها يكثر علم المرء وعقله.